وهذا أحبائي بقودني لشيء مهم جدا بموضوع النبوات وخليني أبتدي بثلاث أمور مهمة في موضوع إن النبوات واحد نمرة واحد واحدة من مشاكل النبوات أننا نريد أن نساعد الله في تحقيق أو تتميم النبوات أي تحقيق الوعود يعني بتتذكر في العهد القديم سارة حاولت تساعد الله حاولت تساعد إبراهيم عندما أعطت هاجر لإبراهيم فطلعت عن النظام الإلهي وهكذا بتشوف رفقة ومعاملتها مع يعقوب غير عن عن عيسو واليوم في هذه الأيام واحدة من المشكلة الكبيرة عم نحط ما يسمى سيستماتيك ثيولوجي لهوت نظامي ولا سيما في هذا الموضوع قسمنا التاريخ الى حقب تاريخيه ونبتدي نتكلم عن هذا المجيء كتتميم ولكن البعض الاخر بروح للاكستريم كانه عم بحاول يحط نوع من البازل للكتاب المقدس كل ما بيسمع مثلا عن حرب او عن بلد او عن امر آه هذا البازل بيتحط هون هذا بيتحط في هذا المكان حتى يكمل البازل ومننسى انه الرب يسوع قال للتلاميذ ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه فهذا مهم جدا انه ندركوا انه الرب يسوع تكلم كابن الانسان وهو على الارض قال حتى الابن لا يعلم هذه الساعه يعني قرر انه يحدد نفسه في هذه المعلومه في علم الاب ولكن الاشكال تبعتنا انه كل ما نشوف بلد بترتفع او ديانه او او حرب او امور عم تحدث ولا سيما في الشرق الاوسط وطبعا الحروب الاخيره ما اكثر الانبياء وما اكثر النبوات وما اكثر الكتب اللي بتتداول وتتعامل مع هذا الموضوع، فاذا احبائي ليس لنا ان نعرف هذه الامور، اترك موضوع المجيء هذا وشغل الرب. الرب أعطاك شغل شغلك أنت أنك تشهد وتكرز بالإنجيل وبتتكلم عن الرب يسوع المسيح وتكون مستعد لمجيء الرب يسوع المسيح له كل المجد المشكلة الثانية في الموضوع هي النقيض الآخر اللي بولس عم بحذر منها عارفونا الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم يعني المشكلة الثانية إننا غير مكترثين في أو لمجيء الرب عايشين حياة الخمول حياة التكاسل الروحي عدم الانتظار وعدم الانشغال وعدم الصلاة طالبين منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب ومخدين هذا الأمر بالتساهل والتهادن وكأنه الأمر لا يعنينا أي شيء فالمشكلة الأولى جماعة الذين يجعلون من النبوات كنوع من البازل أن يكمل أو يساعد الله والمجموعة الثانية تركين الموضوع يعني بلا اكتراث ولا مبالاة أما المجموعة الثانية أحبائي يقول عنهم الكتاب المقدس الذين يحبون ظهوره أيضا الجماعة التي تنتظر الرب ومنشغلة في الرب وشغلها الشاغل انه تشهد عن يسوع وانه تكرز برساله الانجيل وانه معنيه انه ملكوت الله يمتد في حياه الناس وعايشين مليانين محبه، محبه للرب ومحبه للناس. لهذا السبب واحده من الاسباب انه احنا بنتكلم في هذه الحلقات كبث مباشر عاوزين انه ناس تستيقظ ونقول انك لا تجازف ولا تقامر في ابديتك، الجماعه الاولى عاوزين يساعدوا ربنا، الجماعه الثانيين مش هاممهم هذا الامر كليا، ولكن حقيقه اللي بحب الرب الله رح يجي او يتعامل للي بينتظروه وللي متوقع مجيء الرب.